فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يعبد القبر ويصرف لصاحب القبر شيئا من العبادة، هل يكفر بعينه أم لا بد من وجود شروط وانتفاء موانع؟ إذا بلغته الحجة، بلغته الدعوة، بلغه القرآن فلا عذر له. أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغه القرآن وهو يفهم لغته عربي فإنه قامت عليه الحجة، فيحكم عليه بالكفر بعينه، نعم، بموجب فعله شركه وعبادته لغير الله، مع أنه بلغه القرآن الذي ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله له لا شريك له، فيكون هو المقصر في كونه لم يتدبر القرآن ولم يتعلم القرآن. نعم.